احراق البارتي، ربع الله مبتهجون والصدر يصفهم بالملوصين. التنظيف اشكال، اكو التنظيف بالكنس واكو التنظيف بالحرق، وبين الكنس والحرق حلفاء الامس ممكن يصيرون اعداء المستقبل. وين مربط الفرس؟ مربط الفرس هو مقر البارتي اللي احرق وبايدي جمهوري يمثل الخندق الملتف حول الحشد. القصه ما تحتاج شرح. هوشار زيباري هاجم الحشد ونصح مصطفى الكاظمي بتنظيف الخضراء منه حفاظا على دعم امريكا. بعدها تم تهيج الشارع وتوجه حاملو المشاعل وضاربو الطبول الى مقر الديمقراط الكردستاني وحرقوه. وكانت الفعاليه رساله موجهه لخندق سياسي معين. من المقصود؟ المقصود هم اطراف حلف ضمني بدت ملامحه تتكون، وهذا الحلف يتالف من ثلاثه اركان، هم الامريكان وحكومه الكاظمي وحكومه الاقليم، وبانتظار تبلور ركن رابع يتمثل بحليف سني واضح الملامح والخطاب. اللي صار بالفتره الاخيره انه هذا الحلف بدا يتحرك لتقليم اظافر الفصائل. تصريحات زيباري ما مفصوله عن هاي المعركه، بالتالي التحرك الى مقر البارتي ببغداد كان رساله ناريه مفادها انه المعركه لن تكون نزهه. الاسلحه حاضره والجمهور مستعد ينزل للميدان باي لحظه. واضح انه ظاهره بعث الرسائل موجوده. ياما خندق الفصائل اطلق رسائل الكاتيوشا لحكومه الكاظمي للابتعاد عن واشنطن. لكن هالمره الرساله موجهه الى الكرد، وملخصها ابتعدوا عن محور واشنطن الكاظمي، واذا اصريتوا عليه فما تلومون الا انفسكم. هاي الرسالة ترسخت بعد اتضاح ملامح التحالف بين بغداد وأربيل وواشنطن، ويقال إن الموضوع مترتب حتى انتخابياً، وعلى أساس الكرد والكاظمي وضعوا الخطوط العامة للدخول إلى الانتخابات سوياً. لهذا الفصائل استفزت وأطلقت 6 صواريخ لأربيل، فردت أربيل بلسان زيباري ونصحت الكاظمي بتنظيف الخضراء من الحشد. وبهالشكل بدت معركة التنظيف المتبادل بالكنس السياسي والأمني مرة، وبالحرق مرات. عموماً اللي فهمناه انه زيباري والحكومه تلقوا الرساله وفهموها، لهذا زيباري تراجع خطوه واعلن انه ما كان يقصد الحشد، يعني اعتذر وما اعتذر، ابقى على تصريحاته لكن برأ منها الحشد التابع للدوله. وهذا معناه انه ما زال مصر على وجود فصائل مارقه لازم تتنظف منها الخضراء. أما حكومة الكاظمي فأيضاً تحركت وما تحركت. صحيح سوت اجتماعات أمنية واعتقلوا 15 من اللي قاموا بالاقتحام والحرق، لكن صحيح أيضاً أنه الإجراء غير كافي، وال15 مجرد كبش فداء قدم لحماية خصم كبير. الخلاصة شنو؟ الخلاصة إنه المعركة بعدها بأولها، وواهم من يقول إنه حريق المقر هو الحريق الأخير. كلا، حاملو المشاعل ينتظرون، ويا مكثر المقرات اللي يراد حرقها، سواء بهذا الخندق أو ذاك.
مو خوش خلاصة، بس هذا هو الواقع. شو نسوي؟ أهلا بكم.